السلام عليكم، اش اخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. كنقول لكم صباح الخير صباح النور. هنا راه يلا فقت من نعاس البنات. ايوا بغيت نبدا معكم الفيديو ديالنا، نبداو بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا البنات راني فقت وكنجمع بلاصتي. هاد الصالون مسكين رديتو، كي اش غنقول لكم، كنجي كنرونو كنقلبلو. ايوا اش غنقول لكم، كي كنجي كنرمي ساكادو، كنجيب بدله تروسه اللي فيها شارجورات، ناكل الزريعه هنا، ندير اللايفات هنا. وهادشي اللي عطا الله، حيت تيكون صداع والتلفازه وما لي نطار شي داخل. والناس حنا عندنا دارنا ديركي دار الفراقه اللي جات يطلع وتيدخل، المهم الداخل اكثر من الخارج وصافي. هنا فين تلقى راحتي يو صافي. جمعت هادشي، كنجمع حوايجي، جمعت صاكي او تاني. هذيك الفويطه هذيك كنمسح بها وجهي ملي كنفيق الصباح، كنتوضى. ايوا هادشي اللي كاين البنات صافي. وهاد الكشميره اللي كنفرج ملي كنحلها كشرجم، حيت الشمس كضرب في هاد الطلميطه هادي اللي حدا الشرجم. ايوا كتكشف كتبهات هكا صافي، وكنديرها عليها باش ما تضربش فيها الشمس هكا، حيت كتضل الشمس في هاد الصالون في هاد الشرجم. دابا ملي كتدخل الشمس مع ديك العشرة ولا مع 11، ايوا صافي كتبقى هنايا حتى لديك 6 العشيه، 6 تتحول لهاد الطليق هذا اللي لهاد الجي، لهاد البونجا اللي من هنا. صافي هنايا جمعت الشارجورات ديالي، غنديهم معايا للكوزينه حيت ملي كنكون تنسجل تنبغي الشارجورات حداها. صافي هنايا هانتوما الحوايج ملي كنجي هكا من الخدمه تنحيدهم وتنلوح تنلوح غير حداها حتى كنفيق الصباح. غادي نطوي هادشي تريكو جيلي سروال وديك هاديك الكاشميره هاديك الجلابه كنصلي بها، صليت بها العشاء والصبح وبقات تما صافي. وهنايا جيت لقيت الوالده حاطه الفطور، كان بيتي عندنا شي ناس. صافي فطرت داكشي اللي قسم الله ودخلت الكوزينه. الوالده راه غسلات الماء انفقت الصباح وغسلت لي بيتين ودارت الفطور صافي. وقلت هنايا بلاتي نرجعهم باش يبان ليا فين نخدم البنات. ايوا هادشي اللي كان. المهم تنشارك معكم اليوميات ديالي كيما هما، نتمنى تشجعوني وباللايكات ديالكم والبارطاج باش هكا الفيديو يتقترح ليا عند ناس اخرين، باش اليوتيوب يقترح ليا الفيديوهات ويقترح ليا القناه. واللي مازال واللي ما بقاش كيوصلوا الاشعار، بزاف ديال الناس دخلوا عندي في التعليق وقالوا لي الاشعارات ما بقاوش كيوصلونا لا ديال اللايفات ولا ديال هكا الفيديو الا نزلته. غادي نقول لكم لغير الاشتراك حيدو وعاودوا من جديد تاني وفعل زر الجرس وغادي يبقى يوصلك كل جديد، غير لغيو الاشتراك وعاودوا فعله. صافي هنايا دزت غسلت هاد الماعن هما الاولين ديال الفطور باش غادي يبان ليا شنو غادي ندير الغدا. المهم اليوم راه الجو ما كايناش الشمس، الصباح صباح الجو هكا بارد ما كايناش الشمس، الشمس بارد ما كايناش كاع. ملي كتخرج كيخرج واحد شويه وكتكون بارده. الله يجيب لينا الشتاء على قد نفع البنات. ايوا هادشي اللي كاين. صافي غادي نشرب الماء المعتاد اللي كتعرفوه كتصيبو الوالده بالحامض، وسكين جبير هكا طري كتعمر عليه الماء، واللي بغى يشرب منه كيشرب منه. وراه زوين هكا في الصباح قبل الفطور كيحيد السموم الجسم، ولكن انا كنساه حتى كنفطر. صافي هنايا المطيشه البنات جابتها الوالده سبعة دراهم ونص، راه طلعات عاوتاني البنات ديك السيمانه الفايته. دابا راه كنسجل لكم الفيديو، سجلت وصورته نهار الاثنين يعني لحد البارح جابتها، والسيمانه لحد اللي فات كانت هي بثلاثة دراهم وهي بجوج دراهم، كانت رخيصه جابتها غير بثلاثة دراهم قداش هي. ايوا مشات هاد المره قالت غير هكا باش الا لقات شي حاجه هكا رخيصه تجيبها، جابتها هي والربيع الكرافس وهذا والبصله ديال الحريف. صافي هادشي اللي زادت من السوق. ايوا المهم هكا شديتها غادي نقطعتها ودرت عليها شويه ديال الملحه وش واحد نص كاس ديال الماء ودرتها تسلق. ما كنديروش تحضيرات ديال رمضان البنات، غير هكا الا كانت شي حاجه هكا بحال مطيشه بحال الجلبانه اللي موسميه غادي تغبر تاني ما غاديش تبقى، بحال هادشي اللي كنجيبو كنديروه في الفريكو وصافي. اما شي حاجه اخرى كل نهار ورزقو وكل نهار وشنو كتب لك الله. هادشي اللي كاين في الثلاجه ندير الغدا. درت حيمه درت اللحم راه كاع ما طلقاش، المهم درتها هكا حيت مشى الحال.
ودرت عليها بصيله ومطيشه والثومه والقزور مدنس والعطريه. راه دائما كنشارك معكم هكا المرقه داكشي علاش ما بغيتش ندير معكم من الاول. صافي انا تشييتها في الطاجينه البنات، غادي نديرها بالطيب ديال الكوكوت غير طيب واحد شويه، وغادي نديرها هنايا وغنخلط فيها الخضره كامل من بلا ما نحرق المراحيض. كتشوفوا معايا كلشي، المهم هكا تشييتها حيت هذا الجو ديالها بالنهار باش غندير لكم واحد الجو بارد وشميسه ما كايناش غير ديال شي خردوله بحال هكا. يلا خليكم معايا نمشيو فيه نجبد الخضره اللي غادي ندير نقيها وهانتوما معايا في النهار ديالي اللي درتها فيه. صافي دزت هنايا جبت واحد شويه ديال خيزو، واحد ثلاثه الحبات والمعط ربعه اللي قطعت هكا بغيت نديرهم عصير مع واحد طريف ديال القرعه الحمراء. المهم بعض المرات كندير انا غير القرعه الحمراء بوحدها كنسلقها وكندير معاها الليمون او الكاكي او هذا الخوخ فوقيت الخوخ ولا المشماش اللي كاين. لا ما كانش ديرو هي معايا شي دانون هكا بشي نكهه اولا غير الليمون. المهم انا راه درت معها اليوم خيزو حيت شفتو كثير في الثلاجه، درت غير هاد الطريف هذا سلقتو راه كيجي العصير ديالها زوين. البنات اللي بغا ينسموه بشي حاجه ينسموه كما قلت لكم بشي دانون اولا غير الليمون. المندرين ما تقشروش كامل، ديروا شي جوجات هكا ما تقشرنش كما درت انايا، كتبقى ديك النكهه ديال دانون زوينه في ديال الليمون زوينه فيه. صافي درتو تما يتسلق. هنا كنوريكم خضيره باش خضرت جلبانه واللوبيا والكورجيت وخيزو، وراني زدت شويه ديال البطاطا. اي واحد شويه كنت كاع ما غنديرهاش، بغيت انا الطاجين يكون خفيف وفي نفس الوقت كيشبع. درتو غير بالطياب ديال هكا بحال الكوكوت بحال طيف الكوكوت. صافي هنا البنات درت جبت هذاك الشيء اللي جابت الوالده من السوق، جبته من الثلاجه. هاد البصله الخضاريه هذه انا راه كتحمقني عزيزه عليا فوقتها، يا في خبز حمار هكا في الحشوات في هكا في الطاجين في كلشي كلشي كتجي زوينه. صافي هنايا راه كنقيها وغادي نغسل هادشي كامل نخليه يتقطر وغادي نخليه حتى نسالي شغلي كامل عاد باش غادي نصايبو. ايوا هادشي اللي كاين البنات. اللي وصلت لهنا ومازال ما دارتش ليا اللايك ديروا لي واحد اللايك، الله يسهل عليكم وشجعوني باش هاد القناه هادي تحرك شي شويه وباش تكبر. نكبروا هاد القناه مع بعضياتنا ان شاء الله الا كتب الله والا بغى الله. صافي غادي نشوف كنشم في الكرافس، راه ما عرفتوش تصحبني واش قزبور وحيت ليه كاع دوك الجدوره الزوينين هنا. يلا بديت نلقط فيهم تلقيت في الكرافس. ايوا صافي راه كنهزلو في هاد الجهه في الجهه الاخرى باش ما يتغلطش لي باش ما يتخلطش ليا مع المعدنوس حيت رقيق داير بحال القزبور. ايوا صافي وكيما تما كاين واحد شويه ديال الجلبانه حتى هي غادي نجبدها نقيها، وراه جبات من بعد عاوتاني واحد الميكه اخرى فيها المعدنوس والقزبور ما شتوش، جبتها حتى هي نقيتها وغسلت كلشي في مره واحده. صافي هنا غادي نغسل هادشي مزيان مزيان ونحيدو. فهاد الوقيته هادي راني سديت على الكوكوت كطيب كيطيب داك اللحم، غادي نطيب واحد نص طيبه عاد باش غنخويه في الطاجين وغادي نزيد عليه ديك الخضيره اللي كاينه. ما درت لاش لاضه لا والو حيت كاين واحد شويه ديال العدس باقي الثلاجه من نهار السبت من البارح، ايوا باقي مزيان قلت غادي نحطوه هكا في الطبيصلات اللي بغاته هو ياكلو. صافي هاد العصير هذا جبت تحت ثلاثه البنانات كان في الفريكو حيت لهم ديك البلاصه اللي كحله، ودرت تما واحد سته الليمونات مندارين قشرتهم وجوجات ما قشرتهمش بقشرهم، زدت عليهم داك خيزو ديك القرعه بالماء ديالهم بعد ما برد، وغادي نزيد السكر على حسب الذوق، وغادي نزيد واحد الياغورت ديال البنان راه ما وريتوش لكم نسيت ما صورتوش، هو واحد الحامضه صغيره. صافي راه كيجي واحد المذاق خطير زوين. الحامضه انا درتها غير باش ما يكحلش ليا داك البن باش ما يتبدلش ليا اللون ديال العصير. صافي هادشي اللي كاين، شوفوا شحال كيخرج راه زوين. صافي هذيك اللحم بعد ما طابت لي نص طيبه طحت ليه المغرفه للارض ديك المعلقه وزيتها. ايوا صافي وغادي نحط عليه الخضيره ديالي كامله وغادي نخليه طيب. هادشي اللي كاين انا راه زدت عليه واحد شويه ديال البصله خضاريه كنلقطها اختي راه البصله غاليه هي قال لي ما بغات تهبط. والفرن راه نقي راه دائما كنغسلوه في الصباح عاد باش كنبداو نشقاو عليه.
صافي هنايا غادي نحط الخضره شويه كيما قلت لكم بحال بغيتها في الكوكوط. وهاد الطاجين راه كيدير بحال الطيب ديال الكوكوط، راه كيجيب الماكله واعره، كي تيجيب الماكله معلكه، تيجي زوين. صافي ودرت هاد الكورجيت من الفوق غير باش ما مت... باش ما تحت هي عارفين هكا طيب دغيا باش ما تجنش ليا وزدت شي حبيبات ديال الجلبانه، كانت كيسو على الجلبانه، الجلبانه راه غاليه حتى هي. صافي ودرت واحد شي شويه ديال المصير، كان خاصني هنا الزيتون الاحمر ما كاينش. صافي وراه زدت في الاخر واحد شويه ديال الفلفله الحاره وشويه ديال المعدنوس شويه ديال زيت العود واحد النقيطه. صافي وهنايا جيت بغيت نشارك معكم واحد الكيك كيجي زوين البنات بالمذاق ديال الماندارين مع الشوكولاط، كيجي واعر، غي جربوها وردوا عليا الخبر. هنا درت ثلاثه د البيضات، ديروا على حساب المول اللي عندكم، بغيتوا ديروا كان المول صغير ديروا غير بيضه وحده ولا جوج بيضات اللي بغيتوا. انا درت المول كبير. درت هنايا كاس ديال السكر، قبيصه ديال الملح، وهنايا كاس ديال عصير ديال الماندارين، والزيت كنديرها غير شويه بشويه وانا كنطرب. وصافي هنا البنات غدرني، واخا غدرني الفران ولكن راه جات زوينه في المذاق، وجات زوينه زعما حتى المذاق ديال الشوكولاط مع هاد الياغورت هذا ديال الخوخ. نتوما الا ما عندكمش الياغورت بغيتو ديروا غير الليمون، ديروا غير الليمون، ها هي حيت كان متوفر عندي ودرته. قلت لكم الفران عندنا حنايا من غير الفران ديال عباد الله، هو ما خصكش تنقص على الكيكه، يعني نقص على الكيكه كتهبط. انا الغلط اللي درت ما واخا كنقص عليه كنسخنو، ملي كنسخنو نقص عليه كتطلع الكيكه زوينه. الا ما سخنتيش خصك تجهدي عليه العافيه شي شويه، وانا درتها ناقصه وهبطت ليا الكيكه، ولكن ماشي مشكل. المهم جات زوينه، جات زوينه في المذاق. صافي درت هنا جوج كيسان ديال الدقيق ونص، جوج ونص هما اللي هزات ليا يعني نيشان. صافي وغادي نهز واحد الزليفه هي صغيره واحد شويه باش ندير عليها الكاكاو المر، ونزيد عليها واحد الفلون ديال الشوكولاط. هادشي هادشي اللي درت فيها. ولا عندكم نتوما داك كاوبيل داك الشوكولاط الحلو حتى هو ديروه بلاصه الفلون. صافي هنايا دزت واحد جوج خمارات، درت جوج خمارات حمرين واحد الرشيشه ديال الخل. صافي هنايا راه درت واحد المعلقه ديال الكاكاو المر، ودرت ديك الساشيه ديال الفلون، وغادي زدت واحد جات مقيس مغرفه ديال داك الخليط. صافي هي الكيكه البنات جات زوينه، ودرت عليها كريمه ديال الليمون، درت كاس ديال الليمون المندارين، وزدت عليه واحد جوج حامضات ميلونج بين الحامض والليمون، ودرت عليه كريم باتيسير. وصافي يلا خليت لكم الراحه، في امان الله.